أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشعب بوليك الخدع وارتق به الفتق وأمت به الجور وأظهر به العدل وزين بطول بقائه الأرض وأيده بالناصر وانصره بالرعب وقوي ناصريه واخذل خاذليه ودمدم من نصب له ودمر من غشه واقتل به جبابرة الكفر وعمده ودعائمه واقتل به جبابرة الكفر وعمده ودعائمه واقسم به رؤوس الضلالة وشارعة البدع ومميتة السنة ومقوية الباطل وذلل به الجبارين وأبر به الكافرين وجميع الملحدين في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حتى لا تدع منهم ديارا ولا تبقي لهم آثارا. اللهم طهر منهم بلادك واشفي منهم عبادك وأعز به المؤمنين وحيي به سنن المرسلين ودارس حكم النبيين وجدد به ما امتحى من دينك وبدل من حكمك حتى تعيد دينك به وعلى يديه جديدا غضيا محضا صحيحا لا عوج فيه ولا بدعة معاه وحتى تنير بعدله ظلم الجور وتطفئ به نيران الكفر وتوضح به معاقد الحق ومجهول العدل فإنه عبدك الذي استخلصته لنفسك واصطفيته على غيبك وعصمته من الذنوب وبرأته من العيوب وطهرته من الرجس وسلمته من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الدرس السابق في الأدلة المحرزة وفي الدليل الشرعي اللفظي وتحدثنا عن الدلالة وأشرنا إلى أن دلالة الدليل اللفظي وظهور الدليل أو ظهور المعنى في الدليل اللفظي ترتبط دلالة الدليل اللفظي وما تدل عليه أو وما هو مدلوله وما هو ظهوره يرتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة. وعلى هذا لابد من الإشارة والاطلاع على بعض قواعد وكليات وأساسات النظام اللغوي العام للدلالة. وتحدثنا أو يتحدث السيد قدسة نفسه تحت عنوان الوضع والعلاقة اللغوية وقلنا وذكرنا أن الدلالة هي علاقة وارتباط واقتران بين شيئين
تجعلنا هذه العلاقة والارتباط والاقتران تجعلنا كلما تصورنا أو أحسسنا أحدهما انتقلنا إلى تصور أو إحساس الآخر. وما دام الكلام في الدليل الشرعي اللفظي نقول الدلالة اللغوية هي علاقة وارتباط واقتران بين اللفظ والمعنى، تجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى، واللفظ هو الدال والمعنى هو المدلول. وأيضا تحدثنا عن العلاقة وعن الاقتران وعن نقل السببية، كما أيضا يطلق عليها بالمصطلح السببية بين اللفظ والمعنى، سبب انتقال الذهن إلى المعنى بعد سماعه وبعد تصوره اللفظ. فتحدثنا عن منشأ ومصدر هذه السببية بين اللفظ والمعنى، وقلنا يوجد تفسيران ويوجد اتجاهان لتفسير هذه السببية وما هو منشأ هذه السببية. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذاتي، والاتجاه الذاتي يشير إلى أن السببية وعلاقة اللفظ بالمعنى من أين نابعة؟ من طبيعة اللفظ ذاته، فهي علاقة ذاتية وليست مكتسبة من أي سبب خارجي. الاتجاه الذاتي يشير إلى أن السببية ولأن العلاقة والاقتران بين اللفظ والمعنى هي علاقة ذاتية وليست مكتسبة من أي سبب خارجي. يقابل الاتجاه الموضوعي الاتجاه الموضوعي، والاتجاه الموضوعي التعريف إن شاء الله يكون واضحا، وهو أن السببية وعلاقة اللفظ بالمعنى نابعة ليست من ذات اللفظ، وإنما نابعة من الوضع، نابعة من سبب خارجي، والسبب الخارجي هو الوضع. هنا ندخل بعد أن عرفنا أن الاتجاه الموضوعي يشير إلى أن السببية ناشئة وأن مصدرها هو الوضع. فما هو الوضع؟ طرح على الوضع عدة نظريات وعدة أطروحات ترجع إلى ثلاث نظريات. النظرية الأولى، وقد يعني أشرنا إلى هذا المعنى في الدرس الماضي، وقلنا النظرية الأولى هي نظرية الاعتبار، والنظرية الثانية نظرية التعهد، والنظرية الثالثة نظرية القرن الأكيد. نظرية الاعتبار وهي قلنا هي مشهور الأصوليين، وفي هذه النظرية يقال أن السببية بين اللفظ والمعنى نشأت من الوضع، لأن كل هذه النظريات أو النظريات هذه تتفرع عن الاتجاه الموضوعي، فالسببية فيها بين اللفظ والمعنى نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنى. الواضع عندما وضع اللفظ للمعنى، من هذا الوضع نشأت السببية ونشأت هذه العلاقة الخاصة ونشأ ذلك الاقتران الخاص. والوضع على هذا الأساس أو بحسب هذه النظرية، والوضع نوع اعتبار يجعله الواضع. مثلا ماذا يقول الواضع؟ الواضع يعتبر هكذا يقول، أو الواضع يعتبر السببية أو يعتبر سببية اللفظ، يقول أعتبر سببية اللفظ لتصور المعنى، أو عمله هو عبارة عن اعتبار سببية اللفظ لتصور المعنى، يعني يجعل اللفظ سببا لتصور المعنى، أو اعتبار كون اللفظ على المعنى كالعلامة على ما تشير إليه كعلامات المرور وغيرها من العلامات. وكذلك مثل ما يقول أو يفعل أو يعمل، أو هو عبارة عن اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى. الواضع يعتبر اللفظ أداة لتفهيم المعنى، الواضع يعتبر سببية اللفظ لتصور المعنى، الواضع يعتبر كون اللفظ على المعنى كالعلامة على العلامة. وقد سجلت اعتراضات على هذا، قلنا أن العلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة تشبه علاقة إلى حد ما، قلنا مثال للتقريب، تشبه العلاقة بين
النار والحرارة، فهي كاللزوم بين النار والحرارة. ومجرد الوضع أقول أضع هذا لهذا وأعتبر هذا لهذا أو أعتبر كون هذا أداة لتفهيم هذا، لا تدل هذه ولا يمكن أن تؤسس أو يؤسس هذا الاعتبار، لا يمكن أن يؤسسه. تلك العلاقة الخاصة وتلك السببية الخاصة التي تجعل ذهن الإنسان ينتقل مباشرة إلى المعنى بعد سماع اللفظ أو بعد تصور اللفظ. بعد الاعتراض على هذه النظرية ورفض هذه النظرية وبعد إبطال هذه النظرية بالدليل العلمي، المفروض على من يؤسس برهان النقض والحل عليه أن يعطي تفسيرا للوضع وتفسيرا لتلك السببية والعلاقة والارتباط. فطرحت نظرية أخرى وهي نظرية التعهد. نظرية التعهد قلنا أيضا هي متفرعة عن الاتجاه الموضوعي. نظرية التعهد أيضا تشير إلى أن السببية تنشأ من الوضع، لكن الوضع ليس اعتبارا كما في نظرية الاعتبار، بل أن الوضع هو تعهد من الواضع. الواضع يتعهد بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. وقد ذكرنا أيضا بعض الاعتراضات على هذه النظرية وعلى هذه الدعوة، قد سجلت في المحاضرة أو في الدرس الماضي، ولا أقل من أننا قلنا أن هذه أو هذا المفهوم المنطقي أو هذا التعهد وهذا الشرط وهذا الإلزام لا يمكن أن يتحقق من الطفل، فكيف نستفيد المعنى من الألفاظ التي يستعملها الطفل ونلبي ما يريد ونمتثل لما يريد، وكيف يستطيع الطفل أن يستعمل تلك الألفاظ للإشارة إلى المعاني التي يرغب بها والتي يطلبها. وأشرنا إلى اعتراضات أخرى سجلت، وإن شاء الله نقرأ سنجد بعض الأمور إذا كان فيها إشارة إلى نظرية التعهد. الشيء الآخر لا بد أن نشير أيضا سريعا إلى أننا في التعهد عندما نريد أن نقول أو عندما نريد أن نتعهد، يقول هكذا يتعهد الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. هذا التعهد لو سلمنا بأنه هذا ممكن حتى للطفل، لكن الآن نقول لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، أي معنى نريد؟ نحن الآن في مقام وضع لفظ لمعنى، هنا يقول لا يأتي باللفظ إلا، لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم معنى، أي معنى الذي تريد أن تقول؟ أنت هنا تريد أن تؤسس، تريد أن تضع لفظا لهذا المعنى، فكيف تقول أنا لا أتي باللفظ أتعهد من لا أتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى؟ أي معنى تريد؟ نحن لهذه اللحظة لم نعرف ما هو المعنى أو ما هو اللفظ الذي يدل على هذا المعنى، فعليك أن تبين اللفظ الذي يستعمل في هذا المعنى الذي تريد أن تضع له هذا اللفظ الجديد، أو تحضر المعنى بنفسه في كل تعهد. ومع القول بأن كل تعهد أو لنقول كل شخص يختلف بتعهده، وكل متكلم وكل متحدث هو واضع، فنحتاج في كل كلام وفي كل تعهد في كل حديث فيه تفهيم معاني، علينا أن نأتي بالمعاني بأنفسها في مقام الحديث. هذه قلنا نظرية التعهد طرحت من بعض العلماء واشتهر بأنها تنسب إلى السيد الخوئي قدس نفسه. النظرية الثالثة هي نظرية القرن الأكيد. ونظرية القرن الأكيد هي النظرية التي طرحها السيد محمد باقر الصدر قدس نفسه الزكية. نظرية القرن الأكيد بعد أن يعني يبطل تلك النظريات، نظرية الاعتبار والتعهد قلنا بالدليل، يطرح النظرية ويعطينا الحل الذي يغطي ما يحتاجه
المتتبع والباحث في علم الأصول، ويفسر لنا كثير من الحالات والأمور التي نحتاجها خلال البحث. فالسيد قدس يشير إلى أن إلى وجود هكذا، يقول ملخص ما يشير، يقول نعم يوجد واضع نحتاج إلى وضع، لكن مجرد الوضع مجرد الاعتبار، لو سلمنا بتعاهد مجرد التعاهد كما طرحنا قبل قليل لا يؤسس تلك العلاقة ولا يؤسس تلك السببية وذلك الاقتران الخاص والعلاقة الخاصة، لكن يوجد عمل، يوجد وظيفة معينة، يوجد سبب آخر هو الذي يحقق لنا هذه العلاقة وهذه السببية وهذا الارتباط والاقتران. يقول السيد أو يشير السيد إلى أن علاقة السببية بين اللفظ والمعنى هي أحد تطبيقات القوانين، أحد تطبيقات قوانين الذهن البشري. الله سبحانه وتعالى جعل لذهن الإنسان العديد من القوانين، العديد من القوى، ومن هذه القوى ومن هذه القوانين هو ما يسمى بقانون الاستجابة الطبيعية للإحساس. ربما في بعض الكتب المنهجية تطرح هذا العنوان، قانون الاستجابة الطبيعية للإحساس، بهذا العنوان أو بعنوان قريب إليه. وهذا القانون، قانون الاستجابة الطبيعية للإحساس، يقول أو يشير إلى أنه إذا اقترن شيئان أو إذا اقترن تصوران أو إذا تأسست علاقة واقتران وسببية بين شيئين، فبقانون الاستجابة الطبيعية للإحساس، بهذا القانون، بتطبيق هذا القانون البشري، قانون الذهن البشري، بتطبيقه يقول إذا حصل اقتران بين شيئين، فبتطبيق هذا القانون فإن الإنسان إذا حس بأحدهما ينتقل مباشرة إلى الإحساس بالآخر. إذا تصور أحدهما ينتقل مباشرة إلى تصور الآخر. هذا الانتقال المباشر من أين أتى؟ لا من الاعتبار ولا من التعهد، هذا هو نتيجة، هذا هو نتيجة لتطبيق قانون الاستجابة الطبيعية للإحساس، نتيجة لتطبيق أحد قوانين الذهن البشري. إذن عملية الاعتبار أو لو سلمنا بعملية التعهد، هذه قضايا معدة تعد ولنقل تسبق أو مقدمات لتحقيق أطراف أو مواد ذلك، أو لتحقيق مقدمات ذلك القانون البشري أو قانون الذهن البشري. إذن لا نظرية الاعتبار أو عملية أو تفسير الوضع حسب نظرية الاعتبار يؤسس عندي السببية، ولا التعهد يؤسس عندي السببية، وإنما السببية هي ناشئة من الاستجابة لذلك القانون البشري. فالوضع على أساس هذه النظرية، نظرية القرن الأكيد، يعني هكذا يعني نستطيع أن نفسر حتى نعرف منشأ التسمية القرن الأكيد، بأنه إذا حصل اقتران وقرن أكيد مؤكد بين شيئين، بين تصورين، فإن ذلك القانون الذهني يجعلنا نحس
بأحد الشيئين أو نتصور أحد الشيئين إذا كنا قد تصورنا الشيء الآخر أو أحسسنا بالشيء الآخر. فالوهم هو قرن مخصوص بين تصور اللفظ، بناء على هذه النظرية، نظرية القرن الأكيد، الوضع هو قرن مخصوص، هو علاقة، هو سببية، هو قرن مخصوص، هو ارتباط مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد، بنحو أكيد، قرن مخصوص بنحو أكيد. من هنا انتزعنا عنوان القرن الأكيد، الوضع هو قرن مخصوص بنحو أكيد لكي يستتبع حالة تنشأ أو تنشأ منه أو تنشأ منه حالة إثارة أحدهما للآخر في الذهن، حالة إثارة أحدهما، أحدهم يثير الآخر في الذهن. إذا حضر هذا أو تصورنا هذا أو أحسسنا بهذا أو أثار هذا في الذهن سيثير الآخر ويحضر الآخر ونتصور الآخر. إذن الوضع هو قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد. وهنا بعد أن طرحنا هذه القضية، بعد أن طرحنا هذا القانون، نحتاج إلى مقدمة، نحتاج إلى عملية تسبق تطبيق هذا القانون، عملية تحضر لنا المقدمات التي تدخل في هذا القانون، تحضر لنا الموضوعات والمحمولات التي تدخل في هذا القانون، تحضر لنا مواد هذا القانون حتى تطبق، تحضر لنا الصغرى والكبرى لهذا القانون كي يطبق، تحضر لنا اللفظ والمعنى حتى يطبق في هذا القانون، تحضر لنا الاقتران بين اللفظ والمعنى حتى نطبق عليه هذا القانون، تحضر لنا القرن والاقتران والعلاقة والربط والسببية بين اللفظ والمعنى أو بين تصور اللفظ وتصور المعنى حتى نطبق هذا القانون. فهذه المرحلة التي تسبق تطبيق هذا القانون إذا نظرنا إليها، إذا نظرنا إلى هذه المرحلة السابقة لتطبيق هذا القانون، لنقول أيضا على نحو ولو تسامحا بأنه بعد أن نسمي هذه عملية قرن مخصوص بنحو أكيد، العملية التي تسبق هذه القضية والتي تسبق تطبيق هذا القانون التي تسبق الوضع، هذه العملية لو نظرنا إليها لنقل من حيث سببية ومنشأ الوضع، يمكن أن نقسم الوضع إلى قسمين، الوضع التعييني والوضع التعيني. ماذا نقصد بالوضع التعيني والوضع التعيني؟ والكلام قلنا بالنظر إلى أي شيء، إلى العملية التي تسبق عملية القرن الأكيد التي هي تنشئ القرن الأكيد والتي هي السبب في منشأ القرن الأكيد حتى ينطبق عليه أو حتى يكون أحد مصاديق وتطبيقات القانون أو قانون الذهن البشري، قانون الاستجابة الطبيعية للإحساس أو بأي عنوان يشير إلى هذا المعنى. فالوضع يقسم إلى تعييني وتعيني، إلى تعييني، الوضع التعييني والوضع التعيني. وهذه المناشئ للوضع بتعبير آخر نقول، بدل ما أن نذكر الوضع التعييني والوضع التعيني، ممكن أن نقول أن المنشأ مرة يرجع إلى عامل كيفي
ومرة يرجع إلى عامل كمي. ماذا نقصد؟ إذن لنطرح نقول الوضع الناشئ من عامل كيفي أو القرن الناشئ من عامل كيفي والقرن الناشئ من عامل كمي. أما الوضع أو القرن الناشئ من عامل كمي فالمسألة واضحة بأننا يعني حتى في استعمالاتنا اليومية عندما نريد أن نحفظ شيئا ونريد أن نرسخ شيئا في أذهاننا، حتى في معرفة اللغة لنقل أو معاني الكلمات أو التفسيرات لأمور، نكرر هذا الشيء لمرات عديدة صباحا ومساء، يوم ويوم آخر وأيام وأسابيع وأشهر، نكرر ما نريد أن نحفظه وما نريد أن ننسخه في أذهاننا فيترسخ في الذهن بسبب الاستعمال والتكرار في الاستعمال. يحصل القرن ومرة أخرى أنا أؤسس ظروفا محيطة لها تأثير في المقابل وفي نفس المقابل، أو صدفة تتأسس تلك الظروف المحيطة المؤثرة في ذهن وفي نفس الإنسان أو في ذهن أو أذهان الناس، فيكون أو تكون هذه الظروف المحيطة سببا في منشئية هذا القرن أو ذلك الوضع. يعطي ربما أو يطرح هذا المثال كما يطرحه السيد قدس نفسه، يشير إلى أن الإنسان لو سافر إلى بلد معين وأصيب بمرض عضال وقضى تلك السفرة بالصراع مع ذلك المرض وانتهت تلك السفرة وانتهى ذلك التعقيد ورجع إلى بلده، ماذا يتذكر؟ عندما نذكر هذا الإنسان بذلك البلد أو عندما يتصور ذلك الإنسان ذلك البلد، عندما يسمع اسم ذلك البلد يتبادر ذهنه وتصوره إلى تصور ذلك المرض الذي حصل له في ذلك البلد. وكما ربما طرحنا أو نطرح من الأمثلة أيضا الواقعية التي فيها ملازمات واقترانات، بأننا عندما نتحدث عن الآلام وعن الجرائم البشعة المنظمة التي حصلت للسجناء والأسرى والتي تحدثنا عنها وقلنا بأنها تشير إلى أن هذه الجرائم
مبررة وهذه الجرائم مخططة ومنضاة من أعلى مسؤولين في النظام الأمريكي الكافر. وها هو وزير دفاعهم يعترف بأنه يعلم بهذه القضية منذ عدة أشهر، ونحن نقول بل هي بأوامر مباشرة منهم لذبح الكرامات، لذبح الأعراض، لذبح الشرف عند العراقيين وعند المسلمين بصورة عامة. وبالرغم من علمهم بهذه القضية منذ شهور يكذبون ويقولون لقد تفاجئنا وصدمنا بهذه القضية، لا أعلم من يعلم بالقضية في تلك الفترة ما هو نوع المفاجأة والصدمة. نعم، نوع المفاجأة والصدمة هو الفضيحة التي كشفت في هذه الأيام، وإنما نحن نعتقد بأن هذا الأسلوب ليس بغريب عن أهل الاستكبار وعن أهل التعصب وعن أهل الدنيا وعن المنحطين والساقطين ممن لا يمتلك من الأخلاق أي درجة ولا يمتلك من الإنسانية أي درجة. وهذا من هذا المقام نوجه الكلام والنداء والشجب والاستنكار لكل من برر الاحتلال، لكل من برر الاحتلال بالقول أو بالفعل، لكل من برر الاحتلال بالسكوت. هل هذه الحرية التي كنتم خدعتم الناس بها؟ ونشجب ونستنكر كل من دخل على دبابات وعلى مدرعات الأمريكان وخدع الشعب العراقي ونادى الشعب العراقي بأن هؤلاء جاءوا محررين وجاءوا فاتحين. أيتها المرجعيات، أيها الرموز، أيها العلماء، إلى متى الصمت؟ إلى متى السكوت؟ إن الخزي والعار، إن لعنة التاريخ، إن لعنة الإنسانية، إن لعنة الأخلاق، ولعنة الله والملائكة والأنبياء والمرسلين، ولعنة الناس أجمعين تقع عليكم وستلاحقكم في الدنيا وفي الآخرة. يا من برر الاحتلال ويا من يبرر الاحتلال، الخزي والعار من أجل بعض الأمور الدنيوية ومن أجل بعض الواجهات تستنكرون وتشجبون قتل ذلك الشخص أو ذلك المسؤول في الأمم المتحدة أو في مكان آخر، وتتسابقون إلى وكالات الإعلام وتعطون الرشا من أجل أن تنشر تلك المعلومات ومن أجل أن تنشر تلك الاستنكارات. وهكذا يتعرض الشعب العراقي، وهكذا يتعرض العراقيون إلى هذه المأساة، إلى هذا الذبح للكرامات، إلى هذا الذبح للأعراض وللشرف وللإسلام وللمسلمين. وأنتم خرس، أنتم ساكتون، أنتم صامتون كالحجارة. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على مشاركتكم المباشرة وغير المباشرة، ويدل على تأييدكم المباشر وغير المباشرة لهذه الجريمة النكراء. إنه انحطاط أخلاقي، إنه انحطاط ديني، إنه انحطاط إسلامي، إنه يكشف عن زيف وعن سوء الخلق وعن الظلامة وعن الضلالة. وفي هذه المناسبة نحن قلنا، وكان أصل القضية هو أن نتحدث أننا عندما شاهدنا هذه المشاهد المروعة، وقلنا كما يدعي وزير الدفاع يقول وهكذا يريد أن يهيئ الناس وأذهان الناس إلى وجود
العديد من الصور ومن الأفلام التي تفوق وتفوق الفظاعة والبشاعة التي أعلنت للعالم وللعيان ولبشاعتها ولعدم حصول صدمة في أوساط الشعوب أو الشعب الأمريكي. يقول نحن لا نتبنى إصدار هذه الأمور لكن نتوقع أنها ستصدر من جهات أخرى، وأيضا نحن نتوقع أن ربما تكون الظروف أو تكثير الظروف باتجاهات معينة فيضطر الأمريكي هو من يصدر هذه الأفلام ويصدر هذه الصور. أصل الكلام كان في تأسيس الوضع أو في منشأ الحديث عن منشأ الوضع أو منشأ القرن حتى يكون صالحا لتطبيق قانون القرن الأكيد. وقلنا عندما نظرنا إلى هذه الصور البشعة ونظرنا إلى تلك الزنزانات في سجن المغرب تذكرنا الأيام التي كنا فيها في ذلك السجن، وتذكرنا الغزالات أحمد وشيخ أحمد وشيخ ميثم وسلام، وتذكرنا باقر، وتذكرنا علي طاهر، وتذكرنا حازم الدعمي، وتذكرنا حيدر الوزني الله يفرج عنه، وتذكرنا أصحابنا جميعا في ذلك المكان، وتذكرنا شيخ حازم السعدي، وتذكرنا تلك الأيام، وتذكرنا المرارات التي مرت علينا والتعذيب والتجريح الذي حصل علينا في تلك الأيام. لذلك فإن مثل هذه الأمور أو مثل هذه الصور عندما نحس بها، عندما نتصور هذه الصور تنصرف أذهاننا وينصرف تصورنا إلى تلك الأيام، إلى أولئك الأصحاب، إلى تلك الصياد، إلى تلك الآلام والعذابات التي مرت علينا في تلك الأيام وفي تلك الزنزانات. نحن أردنا أن نطرح هذا المثال وجرنا الحديث إلى ذكر ما ذكرنا، وإن شاء الله يكون فيما حصل هو الخير والصلاح وكلمة الحق إن شاء الله في المكان والمقام المناسب. فالمنشأ مرة يكون بعامل كمي تعداد عدد، ومرة يكون بعامل كيفي. وقلنا ما مررنا به من عذاب ربما لم يكن بتلك الفترة الطويلة، لكن لبشاعة ما مررنا به تذكرنا وربطنا مباشرة بين هذه الصور وبين تلك الأيام التي عشنا بها. كلما نتذكر ذلك السجن نتذكر تلك الآلام وتلك العذابات. إذن الوضع من حيث سببية منشئه يقسم إلى الوضع الناشئ من العامل الكمي والوضع الناشئ من العامل الكيفي. أو لنقول الوضع التعيني والوضع التعييني. فالوضع يقسم إلى تعيني وتعييني. التعيني يعني واحدهما أنا عين يعين تعيينا، أنا أعين، أنا أنشئ الظروف المحيطة تنشئ، ومرة أخرى تعين يتعين، هو الذي تعين، لا يوجد مدخلية من الخارج لتعيين ذلك الشيء، وإنما تعين من تكرار هذا الأمر ومن الاستعمال المتكرر تعين هذا اللفظ بهذا المعنى، اقترن هذا اللفظ بهذا المعنى. وفي الوضع التعييني وفي الوضع التعييني نحن قلنا هو تعين أو هو يتعين أو بتعيين شخص أو بتعيين أو بسبب خارجي، على كلا الاحتمالين يوجد. نحن كلامنا قلنا الوضع التعييني والوضع التعييني، على كلا القسمين يوجد اقتران تلقائي ويوجد، ونقصد بالتلقائي يوجد اقتران غير مقصود بالصدفة، لنقول لي بهذا المعنى صدفة يتحقق، ويوجد اقتران مقصود.
مرة تكرار الاستعمال يكون غير مقصود. يعني ما نريد من التكرار أن نحقق الوضع ونحقق الاقتران. نكرر نكرر غير قاصدين الوضع والاقتران، يتحقق الاقتران. ومرة نكرر كما الأستاذ يكرر للطلبة اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى، الكلمة العربية وما يقابلها من الكلمة الإنجليزية التي تشير إلى هذا المعنى وذلك ونفس المعنى. يكرر الأستاذ ويكرر الطلبة معهم لأجل أن تترسخ هذه الكلمة وهذه الكلمة ويكون بينهما الاقتران. ومرة قلنا التكرار لم يكن مقصودا، كما يشير أنه كل من يتكلم يقول آه 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 كل شخص، فأصبحت كلمة آه تدل على الألم. هذا مع اعتبار أن الآه تطلق طبيعيا لا شعوريا من الإنسان، وبإطلاق هذه الكلمة لم يكن قاصد لوضع كلمة آه للألم، وبعد ذلك أصبحت كلمة آه تدل على الألم. هذا بالنسبة إلى التكرار. تصورنا فيه الوضع لنقول بالنسبة إلى العامل الكمي، ممكن أن نتصور فيه العملية الكمية مقصودة، ومرة تكون العملية الكمية والتكرار غير مقصود. ونفس الكلام يقال فيما يخص العامل الكيفي. مرة الظروف، نحن نؤسس الظروف ونحقق الظروف المحيطة ونضع هذا الشيء لهذا الأمر، ومرة أخرى هي الظروف تتحقق، تكون قاهرة بالصدفة تتحقق الظروف لو يعني سمح التعبير. وحصلت الظروف قهرية علينا، فأصبحت بسبب تلك الظروف بعض الاقترانات بين بعض المعاني أو بين بعض الألفاظ والمعاني. هذه أيضا تطرح بالنسبة إلى ما يشير إليه السيد قدسة نفسه، ولا بأس بأن نقرأ، ونحن لم نقرأ شيئا، أجلنا كل شيء من القراءة إلى هذا اليوم. يقول السيد قدسة نفسه، الآن أحاول أن يعني أحاول، ربما الوعد لا نلتزم به، لكن أحاول أن أذكر أن أقتصر من الشرح أو أقتصر على القراءة. يقول السيد قدسة نفسه، ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟ في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني، يرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا يجعلنا كلما بمعنى خاص. هذه تضع خطا تحت خاص. في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني، ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا يجعلنا، ارتباطا ما هي الخصوصية به؟ ارتباطا يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا الى تصور المعنى، فورا الى تصور المعنى. وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من احدهما الى الاخر هو ما نطلق عليه اسم الدلالة. هذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من احدهما الى الاخر هو ما نطلق عليه اسم الدلالة. فحين نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص، نريد بذلك ان نتصور كلمة الماء، ونحن ذكرنا هذا المثال وشرحناه، نريد بذلك ان نتصور كلمة الماء يؤدي الى تصور ذلك السائل الخاص، ويسمى اللفظ دالا والمعنى مدلولا. وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ، نؤكد على تصور اللفظ وتصور المعنى، يعني علاقة علاقة تصورية بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه، يعطي إلى بعض العلاقة الخارجية، يقول تشبه تلك العلاقة، نحن نقول بدرجتها بدرجة أقل، لكنها تشبه تلك العلاقات اللي بين الأمور الخارجية بين بعض الماهيات أو بعض الأمور وبعض لوازمها الذاتية. بين تصور اللفظ، أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشبه إلى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء. فكما أن النار تؤدي أين في الخارج
إلى الحرارة، لأن النار الذهنية ليست فيها تلك الآثار كالنار الخارجية. فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة أو من ملازمات النار الحرارة، أو كما أن الإحساس بالنار الخارجية يجعلنا نحس بالحرارة الخارجية، وكذلك طلوع الشمس يؤدي خارجا ويشعرنا خارجا إلى الضوء، إلى أن نحس بالضوء ونرى الضوء ونشعر بالضوء، كذلك تصور اللفظ يؤدي أين في الذهن، يؤدي إلى تصور المعنى في الذهن، تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى. ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ، يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، أن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، كما تكون النار سببا للحرارة وطلوع، وكما أيضا يكون طلوع الشمس سببا للضوء. غير أن علاقة السببية، غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى أين عالمها ومجالها؟ الذهن، مجالها الذهن، لأن تصور اللفظ والمعنى إنما يوجد في الذهن. أما مثال الحرارة والنار والشمس والضوء فهو الخارج، وعلاقة السببية بين النار والحرارة وبين طلوع الشمس والضوء مجالها العالم الخارجي. قلنا مثال يذكره السيد للتقريب ولتوضيح المسألة. والسؤال الأساسي بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة، كيف حصلت هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى، عن مصدر هذه العلاقة وكيفية تكونها. فكيف تكونت علاقة السببية، تضع خط تحت نعم هكذا، هنا تضع خطا علاقة السببية، كيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، ما هي علاقة السببية، أن يكون تصور اللفظ سببا لتصور المعنى. كيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، وكيف أصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان، مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل الاختلاف. يعني هكذا اللفظ من والمعنى هذا يختلف عن هذا، هذا لا يشبه هذا، حقيقة هذا غير حقيقة هذا. مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل الاختلاف. ويذكر أو يذكر في علم الأصول عادة، عادة يذكر اتجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساسي. يقوم الاتجاه الأول، تضع أمام الاتجاه الأول تعطي عنوان الاتجاه الذاتي، نحن قلنا الاتجاه الذاتي والاتجاه الموضوعي، هنا يتحدث عن الاتجاه الذاتي. الاتجاه الأول، يقوم الاتجاه الأول على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، من طبيعة اللفظ ذاته، كما أن الحرارة نابعة من ذات النار، نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها. فلفظ الماء مثلا له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخاص الذي نفهمه منه. ولأجل هذا يؤكد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية، تضع خطا تحت ذاتية، دلالة اللفظ على المعنى ذاتية وليست مكتسبة من أي سبب خارجي. إذن يؤكد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية وليست مكتسبة من أي سبب خارجي. ويعجز هذا الاتجاه الاتجاه الذاتي، يعجز هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا، ما يعطيه تفسير شامل لما نريد ولما نحتاج في هذه البحوث الأصولية وفي غيرها أيضا، لأن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته به إذا كانت ذاتية وغير نابعة من أي سبب خارجي، وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن البشري، يدفع الذهن البشرية إلى تصور معناه، يقول السيد قدس نفسه، فلماذا يعجز غير العربي إذا كان اللفظ، أي اللفظ مباشرة هو كالحرارة والنار،
فلماذا يعجز غير العرب عن الانتقال الى تصور معنى كلمة الماء عند تصوره للكلمة؟ لماذا عندما يتصور كلمة ماء وانا يقول له ماء يتصور هذه الكلمة لكن لا يتصور معناها غير العربي؟ ولماذا يحتاج الى تعلم اللغة العربية لكي ينتقل ذهنه الى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصورها؟ ان هذا دليل على ان العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصور اللفظ وتصور المعنى ليست نابعة من طبيعة اللفظ بل من سبب اخر يتطلب الحصول عليه الى تعلم اللغة. فالدلالة اذا ليست ذاتية تضع هذا هنا خطين او تضع خطين هنا. واما الاتجاه الاخر تضع امام هذا الاتجاه الموضوعي. الاتجاه الموضوعي في هذه الفقرة من الكلام تعطي اولا وثانيا يتحدث لنا بصورة عامة عن الاعتبار والتعهد. اما الاتجاه الاخر فينكر بحق الدلالة الذاتية ويفترض ان العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص الاول او الاشخاص الاوائل الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها، فان هؤلاء خصصوا الفاظا معينة لمعاني خاصة اكتسبت الالفاظ بتلك المعاني واصبح كل لفظ لا معناه الخاص. وذلك التخصيص الذي مارسه اولئك الاوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بالوضع، ويسمى الممارس له واضعا، واللفظ يسمى موضوعا، والمعنى يسمى موضوعا له. والحقيقة ان هذا الاتجاه وان كان على حق في انه انكر الاتجاه الذاتي صح، لكنه النظرية اللي طرحها ايضا غير تامة، وان كان على حق في انكاره للدلالة الذاتية والاتجاه الذاتي، ولكنه لم يتقدم الا خطوة قصيرة في حل المشكلة الاساسية التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية التي يفترضها اصحاب هذا الاتجاه. فنحن اذا افترضنا معهم ان علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به، قلنا الكلام في الاعتبار والتعهد، إذ خصصوا كل لفظ لمعنى خاص، فلنا أن نتساءل، هذه الكلمة ضع لها الحركات، فلنا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون؟ ما هو نوع هذا العمل؟ فقط اقول اعتبر هذا لهذا، فقط يقول اتعهد، هذه لا تؤسس العلاقه ولا تؤسس السببيه كسببيه النار والحراره كسببيه بين النار والحراره، لا يؤسس بين اللفظ والمعنى تشبه السببيه تلك، مجرد اعتبر اذهب واعتبر لفظ لمعنى، هل سيؤخذ به؟ هل سيعمل به؟ هل سيترسخ بين هؤلاء الناس؟ لا يترسخ. اذهب وتعهد 100 تعهد، هل يقبل به انسان؟ هل سيكون هذا هو المستفاد والمعمول به في النظام اللغوي العام؟ لا يمكن هذا الشيء. فلنا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون، وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة، لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية ولا أي ارتباط مسبق، فكيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيء لا علاقة بينهما؟ كيف علاقة سببية نقول بينهما كعلاقة النار والحرارة؟ كيف مجرد وضعت هذا لهذا، اعتبرت هذا لهذا، تعهد هذا ألا أتي بهذا إلا أدارت هذا، كيف مجرد هذا الكلام يؤسس السببية؟ لا يمكن. وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس للفظ وتعيينه؟ هل يكفي مجرد تخصيص المؤسس للفظ وتعيينه له سببا لتصور المعنى لكي يصبح سببا لتصور المعنى حقيقة؟
مجرد يخصص هو يصبح هذا يصبح كلمة تصور المعنى حقيقة في الخارج وفي أذهان الناس. وكلنا نعلم أن المؤسس وأي شخص أن المؤسس وأي شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر التي يكتب بها أو يكتب به سببا لحرارة الماء، ليقول 100 مرة، ليقول 1000 مرة في الخارج، نقول أول شيء نقول هذا المثال يراد به في الخارج، هل يستطيع أن يجعل حمرة الحبر سببا لحرارة الماء يحتر الماء؟ لا يمكن، مهما لو قال 1000 مرة، لو قال أكثر من 1000 مرة أجعل أو أعتبر هذه أعتبر حمرة الحبر سببا لحرارة الماء، أعتبر هذه لحرارة، أعتبر هذه، أعتبر هذه، يكرر، أتعهد بأن أجعل أو أتعهد بأنه عندما أقول حمرة الحبر أقصد أو أريد به حرارة الماء في الخارج، نقول لا تتحقق. هذا المسألة في الخارج واضحة. وأيضا لو أردنا أن نغير اللغة حتى نكون أقرب للمثال، أراد أن يغير اللغة، أي واحد من عندنا أراد أن يغير اللغة ويقول أنا سأستعمل حمرة الحبر، فعندما أطلق حمرة الحبر أريد بها حرارة الماء، وهل ستكون هذه فعلا ملزمة عندما يذكرها في الخطابات أو يسمعها المقابل، أو ستكون هي أحد الأساسيات التي تستعمل في القانون اللغوي العام وستنتقل ينتقل الذهن من هذه إلى هذه؟ وبالتأكيد مثل هذه القضية تحتاج إلى أن تتكرر، وتحتاج إلى أن يصدق بها الناس أو تسمع من قبل الناس ويؤسس لها الظروف لنقول والجانب الإعلامي، وأن تكون مصدق عليها من قبل أهل الاختصاص أو من قبل الناس أو من قبل المجتمع أو من قبل أهل المحاورة، وتغير تلك القوانين وتكون هذه العبارة أو هذه الألفاظ تدل إلى تلك المعاني بصورة يعني صحيحة واقعية وترسخ في أذهان الناس حتى يمكن استعمالها. نحن قلنا هذا المثال سواء كان خارجيا يكون مستحيلا، وفي جانب أو فيما يخص الألفاظ أيضا يكون فيه جانب لنقل العجز أو جانب المؤونة والتكلفة التي لا يمكن أن تتحقق من أي شخص. فكيف استطاع أن ينجح؟ هكذا نعيد ولو كرر المحاولة، يقول وأي شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر التي يكتب به سببا لحرارة الماء، ولو كرر المحاولة 100 مرة قائلا خصصت حمرة الحبر الذي أكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء، فكيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ سببا لتصور المعنى بمجرد تخصيصه لذلك دون أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى؟ وهكذا نواجه المشكلة كما كنا نواجهها. فليس يكفي لحلها أن نفسر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها مؤسس اللغة، بل يجب أن نفهم محتوى هذه العملية لكي نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين لم تكن بينهما علاقة. والصحيح يعني قلنا في الاتجاه الموضوعي وضعنا أولا وثانيا الاعتبار والتعهد، هنا ثالثا القرن الأكيد. والصحيح في حل المشكلة أن علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقا لقانون عام من قوانين الذهن البشري، قلنا ربما يكون هذا العنوان قانون الاستجابة الطبيعية للإحساس. والقانون العام هو أن ماذا يشير القانون؟ يشير إلى أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة، هذا تكرار عامل الكمي، ولو على سبيل الصدفة سواء كانت صدفة أو مقصودة أو غير مقصودة عملية، قامت بينهما علاقة وأصبح أحد التصورين سببا لانتقال التصور إلى تصور الآخر تطبيقا لذلك القانون الإلهي، قانون الذهن البشري الذي أنعمه الله علينا. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما، نجدهما ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما نجدهما دائما معا، فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفردا أو سمعنا باسمه
ماذا يحصل؟ أسرع تضع هنا فارزة حتى تعرف هذه فيها التفات. أسرع ذهننا إلى تصور الصديق الآخر. إذا رأينا أحدهما أو رأينا أحدهما أسرع الذهن إلى تصور الصديق الآخر، لأن رؤيتهما معا مرارا كثيرة. هذه نضع أمام يتم العامل الكمي، أو هناك مثال ذلك نضع العامل الكمي، لأن رؤيتهما هو مثال ذلك في حالة الاعتيادية، نضع هذا مثال للعامل الكمي، لأن رؤيتهما معا مرارا كثيرة أوجد علاقة في تصورنا، وهذه العلاقة تجعل تصورنا لأحدهما سببا لتصور الآخر. يعطي مثالا آخر للعامل الكيفي، نضع أيضا هنا عنوان العامل الكيفي. يقول: وقد يكفي أن تقترن فكرة أحد الشيئين بفكرة الآخر مرة واحدة لكي تكون بينهما علاقة وتكون بينهما سببية، وذلك إذا اقترنت الفكرتان في ظرف مؤثر. ومثاله: إذا سافر شخص إلى بلد ومني هناك بالملاريا الشديدة ثم شفي منها ورجع إلى بلده، فقد ينتج ذلك الاقتران بين الملاريا والسفر إلى ذلك البلد علاقة بينهما، فمتى تصور ذلك البلد انتقل ذهنه إلى تصور الملاريا. وإذا درسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة، إذ نستطيع أن نفسر كيف تزول المشكلة أو تزال المشكلة. يقول: إذ نستطيع أن نفسر هذه العلاقة بوصفها نتيجة لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ، نتيجة لاقتران السببية، نتيجة للاقتران، نتيجة لاقتران قلنا العملية تسبق، نتيجة لاقتران تصور المعنى. يعني هذا القانون في الذهن، القانون الذهني ينطبق بعد الاقتران، نتيجة لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ بصورة متكررة أو في ظرف مؤثر. بصورة متكررة إشارة العامل الكمي، أو في ظرف مؤثر إشارة العامل الكيفي، الأمر الذي أدى إلى قيام علاقة بينهما كما وقع في الحالات المشار إليها. ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل: كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرا أو في ظرف مؤثر فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما؟ كيف اقترن وما هو منشأ الاقتران؟ لنقل يعني صح قلنا هو عامل كيفي وعامل كمي. هذا العامل كيفي والعامل كمي من أين نشأ؟ لنقول منشأ الوضع التعييني والتعييني، منشأ العامل الكيفي والعامل الكمي. نقول نشأ بعمليات مرة مقصودة ومرة غير مقصودة، أو لنقول هذا الاقتران مرة أصبح اقترانا تلقائيا أي غير مقصود، وأصبح اقترانا غير تلقائيين أي اقتران مقصود. فالاقتران إما اقتران تلقائي غير مقصود أو اقتران مقصود. إذن حتى هذه ربما فيها بعض الإشكال اللي طرح هذه العبارة، قلنا المنشأ هو إما عامل كمي أو كيفي، لكن هذا أيضا عامل كمي والكيفي له كيف تأسس؟ من الذي قام به أن ينشئ العامل الكمي أو العامل الكيفي؟ نقول إما بعملية مقصودة أو بعملية غير مقصودة. ويبقى علينا بعد ذلك أن نتساءل: كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرا أو في ظرف مؤثر فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما؟ والجواب على هذا السؤال أن بعض الألفاظ، هذا كأنما الأول هذه الفقرة نكتب اقتران تلقائي بين قوسين غير مقصود، أن بعض الألفاظ اقترنت بمعاني معينة مرارا عديدة بصورة تلقائية، بصورة تلقائية تضع خطا تحت التلقائية فنشأت بينهما العلاقة اللغوية. وقد يكون من هذا القبيل كلمة آه، إذ كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما أحس بالألم، فارتبطت كلمة انظر يقول إذا كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته، هاي إشارة إلى الدلالة طبيعية ربما هناك في المنطق، كلما أحس بالألم فارتبطت كلمة آه في ذهنه بفكرة الألم، فارتبطت كلمة آه في ذهنه بفكرة الألم، فأصبح كلما سمع كلمة آه انتقل ذهنه إلى فكرة الألم. ومن المحتمل أن الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغة
كما يتحدث عن تطور أو المراحل التي مر بها، يحتمل أنه يحتمل أو من المحتمل الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغة قد استرعى انتباهه هذه العلاقة، قد استرعى انتباهه هذه العلاقة انتباه هذه العلاقات اللي بين آه وغيرها من الكلمات اللي في الدلالات الطبيعية، قد استرعى انتباهه هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ من قبيل آه ومعانيها نتيجة لاقتران تلقائي بينها. تعلم كأنما من هذه القضية الطبيعية وأصبحت هذه القضية فيها اقتران، تعلم منها بدأ ينتج على أساسها بما يشابهها، وأخذ ينشأ على منوالها علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني. هذه كأنما تابع يعطي ربما يحتمل أن التطور أصبح بهذا الأمر. وبعض الألفاظ هناك تحدث عن اقتران تلقائي، وبعض الألفاظ هذا كأنما يتحدث الاقتران المقصود، هناك اقتران غير مقصود، هذا اقتران مقصود. من هنا يبدأ. وبعض الألفاظ قرنت أو قرنت بالمعنى في عملية واعية مقصودة، لذلك سمينا بالاقتران المقصود، لكي تقوم بينهما علاقة سببية. وأحسن نموذج لذلك الأعلام الشخصية، نسمي أسماء فلان وفلان، زيد وعمر وبك. فأنت حين تريد أن تسمي ابنك عليا تقرن اسم علي بالوليد الجديد، تقول هذا علي، لكي تنشئ بينهما علاقة لغوية ويصبح اسم علي دالا على وليدك، ويسمى عملك هذا وضعا، تسميه علي ينحفظ هذا الاسم. وأنت قاصد أن تسمي هذا ليست كلمتها، سواء يتكرر هذا الاسم حتى يحفظ أو نتذكر اسم أمير المؤمنين سلام الله وكان أو كانت ولادة أمير المؤمنين أو في شهر أمير المؤمنين أو في بلد أمير المؤمنين، فنتذكر ما اسمه، نتذكر أمير المؤمنين سلام الله فنقول هذا اسمه، هذا اسم الأمير، أو كان بالتكرار نقول اسمه علي اسمه علي اسمه علي حتى يحصل الاقتران. فالاقتران إما بعملية قلنا كيفية أو كمية، لكن هذه هنا الكلام عن الاقتران المقصود، مقصود أنا قاصد أن أقرن هذه بهذه. وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية واعية مقصودة لكي تقوم بينهما علاقة سببية. وأحسن نموذج ذلك الأعلام الشخصية، فأنت حين تريد أن تسمي ابنك عليا تقرن اسم علي بالوليد الجديد، لكي تنشئ بينهما علاقة لغوية ويصبح اسم علي دالا على وليدك، ويتم عملك هذا وضعا. فالوضع هو عملية، الوضع عملية تقرن بها لفظا بمعنى، الوضع هو عملية تجعل فيها القرن بين اللفظ، القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. هذا من أين تجعل؟ ليس أنت بجعلته، وإن لنقول هكذا، ليس بالاعتبار فقط وليس بالتعهد فقط، يحتاج إلى أما عملية تكرار أو تهيئة ظروف ومناسبة وضعية معينة حتى نحصل القرن. فالنتيجة ليس الاعتبار بما هو، وليس التعهد بما هو، وليست العملية المسبقة والتكرار بما هو، ولكن المفروض هذا كل هذا العمل يؤدي بالنتيجة أن يحصل القرن. فهذه العملية بالنظر إلى النتيجة المتوخاة منها والمتحققة وهي القرن الأكيد، هذه بمجموعة هي الوضع. فالوضع هو عملية تقلم بها لفظا بمعنى، نتيجتها أن يقفز الذهن، هذه الوضع كلها، أو لنقول بعد ذلك كل هذه عملية لتطبيق لما يحصل القرن، حتى تكون هذه تطبيقا وتكون مصداقا لقانون الاستجابة الطبيعية الإحساس، قانون الذهن البشري. إذن فالوضع هنا تضع بين قوسين هذه تعريف الوضع، هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى هذا الوضع على التعريف الصحيح والمختار. فالوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى، نتيجتها أن يقفز الذهن، أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تصور اللفظ دائما. ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه حين تسأل عن طبيب العيون. هذا يقول عندما تجعل عملية، قلنا إما تكرر اسم علي علي، أو تجعل تقول هذا ببلد أمير المؤمنين في يوم ولادة أمير المؤمنين سلام الله، أتذكر أمير المؤمنين ويكون هذا إن شاء الله مواليا وخادما وناصرا لأمير المؤمنين ولأبناء أمير المؤمنين سلام الله عليهم. أو يعطي مثال مثلا جابر طبيب، يتذكر جابر بن عبد الله الأنصاري، أو يتذكر أحد مؤلفي الكتاب أو أحد الشخصيات المذكورة، وهكذا يحفظ ذلك الاسم عن طبيب العيون. فيقال لك هو جابر، فتريد أن تذكر اسمه أو تركز على اسمه حتى عندما تذكر
هذا لا تنسى وتذهب إلى تلك العيادة وتسأل عن، فتريد أن تركز اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره بني، وتجعل نفسك تستحضره متى أردت، فتحاول أن تقرن بينه وبين شيء قريب من ذهنك، فتقول مثلا أنا بالأمس قرأت كتابا أخذ من نفسي مأخذا كبيرا، اسم مؤلفه جابر، فليأتذكر دائما أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب. أو قلنا نتذكر جابر بن عبد الله الأنصاري سلام الله عليه، وهكذا توجد عن هذه عن هذا الطريق توجد وهكذا توجد عن هذا الطريق ارتباطا، أنت توجد ارتباطا خاصا بين صاحبك، هذا عامل كيفي أم كمي، عامل كيفي، وهكذا توجد بين عن هذا الطريق ارتباطا خاصا بين صاحب الكتاب والطبيب جابر، وبعد ذلك تصبح قادرا على استذكار اسم الطبيب، على استذكار اسم الطبيب متى تصورت ذلك الكتاب. وهذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الوضع كوسيلة لإيجاد العلاقة اللغوية، لا تختلف جوهريا عن أحد الأساليب في اتخاذ الوضع كوسيلة لإيجاد العلاقة اللغوية، قلنا أما عامل كيفي أو كمي، ويقصد بهذه الطريقة ما ذكره من المقصودة وغير المقصودة، فيش من المثال الكمي والنوعي وبأسلوب مقصود وبأسلوب غير مقصود. وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الوضع انسباق المعنى، من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له، انسباق المعنى الموضوع له، من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له وتبادره إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الوضع. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر، وسنعرف ما هي العلامات التي يستدل بها على الوضع ومنها التبادر. يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر، يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر، ويمكن جعله علامة، ويمكن جعل التبادر علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له، علامات حقيقة أو كذا، سنعرف هذه تفصيل لاحقا إن شاء الله. لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا، ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة، وسيأتي الكلام عن علامات الحقيقة والمجاز، لأن بالبرهان الإني يسمى وليس اللمي، بالبرهان الإني مقابل البرهان اللمي، أنه إذا وجد المعلول فإنه يكشف عن وجود العلة، لأنه لا معلول بدون علة، لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا، ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر وجعله علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له، لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا، ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة. كأنما يعتبر هكذا يقول يقول يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر وجعله علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له، فالتبادر اعتبر التبادر معلول يدل على الوضع، لأن الوضع يؤدي إلى التبادر، الوضع سبب في التبادر، الوضع علة، التبادر معلول، فإذا وجدنا المعلول وجدت العلة، هذا يطبق، لأن المعلول يكشف عن وجود العلة، فإذا وجد التبادر إذن يوجد الوضع ويكشف الوضع.